على الرغم من كون الانتخابات ممارسة ديمقراطية تكفل حق الجميع في الترشح بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون أو أي فرق آخر، فإن ذلك لا يبدو جليا في ميسان إذ تضعف فيها مشاركة المرأة في الانتخابات بشكل واضح. في كل دورة انتخابات جديدة محلية كانت أو نيابية لم تتعدى مشاركة المرأة الميسانية 11% من مجموع مرشحي المحافظة. احنا لاحظنا هواي اختلافات صارت بالمشاركة، مرة زادت مرة نقصت، خاصة بعد المعاناة اللي عشناها مع الحرب اللي من فترة 2014-2016، وكلش ضعفت مشاركة النساء بالانتخابات، وسبب كون يعني أغلبية النساء اترملت. في الانتخابات المقبلة 170 مرشحا من ميسان، بينهم 25 امرأة فقط أغلبهن من مركز المحافظة، مؤشرون على انعدام مشاركة الميسانيات من القرى والأرياف. قد نجد هنالك ضعف في نسبة مشاركة النساء في بعض القرى والأرياف، والأسباب متعددة، قد يعزى منها في بعض الأحيان للأعراف العشائرية، وقد يكون هنالك البعض منها العادات الاجتماعية المتوافرة في هذه القرى. وتسعى منظمات المجتمع المدني في ميسان إلى رفع مشاركة المرأة في العملية السياسية وصنع القرار عبر إقامة ورش وندوات تهدف إلى تمكين المرأة سياسيا، فمعدل مشاركتها منذ 20 عاما لم يتجاوز 80 مرشحة فقط، لم يصل أغلبهن إلى مراكز القرار. من ميسان، حمزة الأسدي، UTV.